أنا قلت يعني قلتها بالأمس في قناة ما قلت يعني لو كان الرسول عليه الصلاة والسلام محيا لهذا الزمن لا نزلت آية قرآنية على الرسول تقول تدعو المسلمين والمسلمات إلى استعمال المواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك وتويتر ولذا فلا رأينا في القرآن الكريم يا أيها المسلمون والمسلمات استعملوا الفيسبوك والتويتر واليوتيوب وإلى غير ذلك لأنه أصبحت ظاهرة إيجابية وظاهرة واقعية.